اختيار المرء في الموقف الغربي والأوروبي، يعني من اتفاق ستوكهولم كانت قوات الشرعية وقوات التحالف على بعد 3 كيلومترات من ميناء الحديدة، وربما كان ذلك سيمثل نقطة تحول مهمة في مسار المعارك. ثم يعودون ويطلبون منكم التوقف عند حدود معينة مع وعد بتنفيذ الاشتراطات التي تمت. لم تنفذ الوعود والموقف الغربي يراوح مكانه، لكننا فوجئنا مؤخرا بموافقتهم على قرار مجلس الأمن الأخير بخصوص اليمن، وبدأ أن هناك تحول في الموقف. كيف نفهم ما يجري الآن؟ أنا أعتقد أن الموقف الغربي لا نستطيع أن نضعه في سلة واحدة، ولكن كان هناك اتفاق لدى الغربيين عموما، لدى المجتمع الغربي، أنهم ضد الحرب، والإدارة الديمقراطية لو تتذكرون بايدن في أول خطاب له كان أخذ الأولويات العشر الذي أعلنها إيقاف حرب اليمن. صحيح. وكان هناك ضغوط شديدة جدا على إيقاف أي انتصار حقيقي لاستعادة الدولة وإسقاط الانقلاب بطرق مختلفة وطرق متعددة، سواء على الحكومة الشرعية أو على تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والأخوان والإمارات العربية المتحدة. وكان هناك ضغوط شديدة جدا من منطلقات متعددة، لكن نحن مضينا في عملية السلام بعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، قلنا لهم نحن مع السلام، تفضلوا أقنعوا الحوثيين بس بالسلام. وتنازلنا قبل تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، وتنازلنا بعد مجلس القيادة الرئاسي، وقدمنا كثير من التنازلات. وكان الحوثيون دائما عندما نتفق معهم على شيء ومع المجتمع الدولي لا ينفذون شيء، ورغم ذلك استمع المجتمع الغربي يراهن على المقاربة السياسية مع الحوثيين. وكنا نحذر نحن والمجتمع الغربي ونقول لهم انه الحوثيين يهددون الملاحة في البحر الأحمر، وقلت هذا في خطاب رسمي في الجمعية العامة للأمم المتحدة أن هناك تهديد خطير على الملاحة، وأن هناك مخطط لإيقاف الملاحة الدولية، ولم يكن يؤخذ بصراحة التهديد هذا والتنبيه من قبلنا بعين الاعتبار، إلى أن قام الحوثيين بهذه العملية وانتهزوا فرصة الأحداث في غزة، وهو مخطط إيراني متكامل الأركان يعني، وتوزيع أدوار بين الميليشيات في المنطقة، ونحن نعرف هذا تماما. وحصل تغير في الموقف الدولي، وبالتالي صدر القرار 27/22 من مجلس الأمن، ونحن سعيدين بهذا القرار في الواقع، لأنه تفعيل لقرار سابق، تأييد القرار، لا أكدوا القرار 2216 الذي كان الغربيين يقولوا أنه هذا القرار قد انتهى وغير قابل للتطبيق، يقول أنه سيقصي الفصيل وغير ذلك، غير قابل للتطبيق، وأنه لابد ما تدخلوا في حوار ثاني غير والقرار 2216 هو عبارة عن خارطة الطريق لحل القضية اليمنية. هذا يدعوني إلى السؤال عن الجهد الذي تبذله المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر فيما يتعلق بمسارات الحوار، فيما يتعلق بتطبيق هذه القرارات، فيما يتعلق بالتواصل من أجل تنفيذ خارطة الطريق. أنا أعتقد نحن نعول على أشقائنا في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة، وطبعا الإمارات ومصر والأردن ودول الخليج تقريبا كلها في إطار التحالف، عمان باستثناء عمان تقريبا، وهناك إجماع عربي حول المسألة اليمنية، بغض النظر عن التباين في بعض وجهات النظر لدى بعض الدول العربية، ولكن أنا أعتقد أن هناك إجماع عربي شامل، وطبعا هذا الإجماع العربي بتمثله الجامعة العربية، أن هناك إجماع حول الشرعية والاعتراف الدولي بها، هناك إجماع على أن
الحكومة الشرعية من يمثل الشعب اليمني في الداخل والخارج. هناك دعم أيضا سياسي واقتصادي وإغاثي من قبل هذه الدول جميعها، وفي المقدمة طبعا المملكة والإمارات ماديا. هناك استقبال للفارين من بطش الميليشيات. هناك الآن في مصر على سبيل المثال يعني مئات الآلاف من اليمنيين اليوم في مصر، وهناك مئات الآلاف من النازحين في أماكن أخرى. هناك 3 مليون يمني تقريبا في المملكة، وأعطيوا إقامات للعمل في المملكة. اللي دخلوا بعد الحرب تجاوزوا 1 مليون إلى المملكة العربية السعودية، ومنحتهم المملكة إقامات ومنحتهم إقامات وفرصة الحصول على العمل، واليوم يعملون معظمهم بالإضافة طبعا لاثنين مليون تقريبا من السابق يعملون داخل المملكة العربية السعودية. وهؤلاء يمكن يعيلون أكثر من إلى 15 مليون يمني في الداخل، لأنهم بيحولون ما يقارب 4 مليار دولار سنويا تحويلات المغتربين في المملكة. وهناك أيضا مغتربين في الدول الخليجية الأخرى. مصر على سبيل المثال اليوم احتضنت اليمنيين وقدمت لهم تسهيلات بتوجيهات مباشرة من الرئيس، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وشعب المصري اليوم يحتضن اليمنيين احتضان كامل. هناك ملايين من النازحين في مارب من مناطق سيطرة الميليشيات. مارب كان تعداد سكانها لا يتجاوز 100 مليون إلى 150 ألف. اليوم مارب وصلت إلى 3 مليون، كلهم نازحين من مناطق الميليشيات الحوثي. اليوم لدينا نازحين في المحافظات المحررة في كل محافظة لا يقل عن 500 ألف. عدن اليوم بتحتضن مئات الآلاف من الفارين من المحافظات، حضرموت، لحج، هناك مخيمات للنازحين في كل محافظة. أمس لدينا مثلا في كرش بعد المعركة الذي قام بها الحوثيين والاعتداءات عندنا نازحين جدد يوميا. النازحين من مناطق الأطراف ومناطق المواجهات مع الحوثي. فنحن نعيش مأساة حقيقية بسبب هذا الطموح الإيراني والتوسع الإيراني اللي يدفع ثمنه اليمنيين للأسف. سيد رئيس، أرسلتم برقية تهنئة مؤخرا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة التنصيب في 2 أبريل. صحيح. الماضي، تحدثت فيها عن عمق العلاقات المصرية اليمنية، وتحدثت في وقت سابق عن التجربة التنموية المصرية وتمنيت استنساخها في اليمن. سبل التواصل، العلاقات، مجالات التعاون بين مصر وبين اليمن. أعتقد أن العلاقات اليمنية المصرية لو تكلمنا عنها نحتاج مجلدات.